مساء الخير. زي ما في رجال بتحب الأنثى الهادية، في رجال وأنا واحد منهم بيحب الأنثى الشقية. طبعنا كده بصراحة. هناخد كل الرجال من المركز ال12 للأول، ويا ريت تتوقعوا معايا وتكتبوا لي، وحد أذكى شوية يقول لنا المركز الأول، لأن أنا بحب إن أنا أقرأ تعليقاتكم. في المركز ال12 من بين كل الرجال هو رجل برج العذراء الترابي، هو أقل الرجال وإن كان لكل قاعدة استثناءات اللي ممكن ينجذب للأنثى الشعنونة الشقية اللي بتتنطط كتير. أعلى منه أخوه ليس بأحسن حال منه في المركز ال11 رجل برج الثور الترابي، يتشابه مع تجده من أقل الأبراج اللي ممكن تنجذب للأنثى اللي بتتمتع بالنوعية دي. أعلى منهم في المركز العاشر، عشان الإخوة الترابيين ننتهي منهم ونقول لهم وداعا في حلقة النهاردة، رجل برج الجدي، أيضا من أقل الرجال اللي ممكن تعجب بالأنثى الشقية الشعنونة اللي بتتنطط كتير، والعكس صحيح. يعني كل ما يكونش الحاجات دي فيها بشكل عالي قوي، كل ما يعجب بيها أكتر، عكس رجال القمة، وهكذا الموضوع بدرجات. احنا هنستمر كده في الصعود وهندخل في منطقة وسطى بقى، ولكن كالعادة يعني يا ريت تدعموا الحلقة دي بلايك لو شايفينها تستاهل، شايفين العكس ديسلايك، وقولوا لي السبب. ملناش غير صفحة واحدة على الفيسبوك، محمد أبو زيد، أي حد تاني نصاب. كده دخلنا نلاقي رجل برج السرطان المائي في المركز التاسع، واحد من أقل الأبراج اللي ممكن أيضا تعجب بالأنثى اللي من النوعية دي، عشان كده تجد علاقته بالإناث اللي معروف عنها في الأبراج إن هي شهية أوي، مش لطيفة أوي، متوترة أوي، أو بالنسبة له مزعجة من وجهة نظره. هو حر، احنا هنعمل له ايه؟ أنا بحب الأنثى الشقية عن نفسي. نعلى ندخل أكتر وأكتر في الجد، نوصل للمركز الثاني، أخوه في نفس الطبيعة المائية رجل برج العقرب المائي. ها بدأنا بقى نعلى كده، نخش في موضوع حلقتنا. رجل نقدر نقول العملية عنده متساوية، يعني يحب اللي هي الشقية بس مش قوي مش قوي، رجل برج العقرب اللي هي بين البنين. يعني ننتهي أيضا من الإخوة المائيين لما نقفلهم في المركز السابع برجل برج الحوت المائي، عشان يبدأ يميل لأبراج القمة من هنا، يعني شوية الشعنونة سنة سنة برضو مش قوي، تاخد عينه تشده يفكر فيها شوية شويتين ثلاثة. رجل برج الحوت ما يصنفش من الرجال اللي ما بتعجبش إطلاقا بالأنثى الشقية، ولا من الرجال اللي بتهوس بيها زي رجال القمة اللي احنا رايحين لهم برجلنا دلوقتي. دخلنا بقى في الرجال اللي هنقدر نقول ان الأنثى الشقية بتصيبهم في مقتل لما نلتقي بالرايق، رجل او امرأة عامة. يعني رجل برج الدلو الهوائي من اكتر رجال الابراج، ان ما كانش اكترها، الرجالة اللي بتكبر دماغها دماغها في السحاب زي ما احنا بنقول. يعني رجل رايق، اه يميل بقى هنا، يميل للشقية اكتر من غيرها. كل ما تكون الشعنونة بتاع التنطيط ضحك وهزار والاخ اللي احنا وضحناه في حلقة امبارح تحديدا، الرجل ده يميل يميل بس ما يجريش وراك قوي، يميل ليك شوية، عشان كده جه في المركز السادس. نعلى اكتر ونخش في الجد اكتر واكتر، انا موجود بقى. دخلنا كده في الرجال حرفيا برج الحمل، اللي هو برجي، اللي ممكن نقول تصيبها الأنثى الشقية في مقتل، يعني تخليها طول الليل مش عارفة تنام من التفكير فيها، أو يبقى عايزة إن هي تتكلم معاها وتقرب منها. بنحب الشقاوة، هنعمل إيه؟ ورجل برج الحمل من الرجال الشقية عامة يعني، وكل الرجال اللي هتيجي بعد كده هي من أشقى رجال الأبراج، من الرجال اللي هي يعني ما تلاقيهاش الريتم حياتها لا بطيء، ولا تلاقيها ان هي ساكنة، تلاقيها يا رجال كمان اجتماعية اكتر من غيرها. نخش في الجد اكتر واكتر، وموعدنا دلوقتي مع الرجل اللي في المركز الرابع. حد توقع؟ حد كتب؟ طب حد داس لايك؟ للأسف. طب يلا، المركز الرابع هنلاقي رجل برج الميزان الهوائي بيحتل المركز الرابع، عشان يجي ما بين الرجال واكتر من اكتر الرجال اللي تنجذب للأنثى دي وتهيم بيها وتفكر كمان في الارتباط بيها. اذا النصيحة هنا، لو رجل برج الميزان عايزة تلفت انتباهه، حاولي بقى تكوني فيك يعني تبين الجانب ده عندك، ما هي انثى فيها الجانبين، يعني ممكن تشتغل عليه، يعني الضحك والهزار، الفرفشة، الشقاوة، العفرطة، الانثى النغشة عارفينها
بتقتل رجل برج الميزان، شخصيته كده مفطورة على حب كده، التلاتة القمة. حد توقع في المركز الثالث رجل من أكثر الرجال اللي تنجذب انجذاب كبير للأنثى اللي من النوعية دي، ألا وهو الرجل الناري. وما أدراك بالناري، رجل برج القوس اللي بيجي في المركز الثالث. حد توقع المركز الأول؟ لا، إحنا لسه في المركز الثاني، نعلى أكثر وأكثر ونوصل لرجل أشد هوسا أكثر وأكثر بالأنثى الشعنونة، بالأنثى الشقية، ألا وهو رجل برج الأسد الناري اللي بيحتل المركز الثاني ما بين قائمة رجال الأبراج اللي ممكن تهوس. هنا نقول يعني عنه تهوس بالأنثى اللي من النوعية دي وإحنا مستريحين وإحنا مالين إيدنا كده زي ما إحنا بنقول. هذا هو أكثر الرجال التي تنجذب وتهوس وتصيبها الأنثى اللي من النوعية دي في مقتل، ألا وهو رجل برج الجوزاء الهوائي ويكره أوي العكس. يعني الأنثى كل ما تبقى هادية أوي 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 ما تشدوش خالص ولا تلفت انتباهه خالص ولا يشوفها أصلا، والعكس صحيح. كل ما تكون مجنونة زيه، مجنونة بقى عدت مرحلة الشهوة كمان، تشده تجننه تهبله ما يعرفش ينام الليل. احنا مش عايزين الرجال في حلقة النهاردة يناموا الليل، او من حلقاتنا عنهم مش عايزينهم يناموا الليل، اعرفوا عنهم كل حاجة عشان تجننوهم. انا معاكم ما تقلقوش. يعني رجل برج الجوزاء بيتصدر رجال الابراج في حلقة النهاردة عشان يجي اكتر رجل على الاطلاق اللي ممكن يميل للانثى الشقية الشعنونة او اللي عدت المرحلة دي فقلنا عنها ان هي انثى مجنونة. كده رجال كل الأبراج، نصيحة تاخدي بيها، هيكون لمصلحتك ما تاخديش بيها، دي وجهة نظرك. اعرفي طباع الراجل اللي انت مرتبطة بيه، تأسريه، مش عيب ان انت تأسريه، تجنني بيك. الحياة كلها فن، وانا دايما بقول وإلا ما كانوش عملوا التنمية البشرية وعلم النفس وإلخ إلخ إلخ كلها بهدف تطوير الذات البشرية. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، واللي نسي يدعمها بلايك يا ريت يدعمها، على الفيسبوك او الانستجرام يا ريت كمان تشيروها، والجديد يا ريت يعرفنا بنفسه عشان انا ارحب بيه او عيلتي تقوم بالواجب وترحب بيه. بحبكم جدا، هتوحشوني. قناتنا التانية التنمية البشرية وعلم النفس وإلخ إلخ إلخ كلها بهدف تطوير الذات البشرية. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، واللي نسي يدعمها بلايك يا ريت يدعمها، على الفيسبوك او الانستجرام يا ريت كمان تشيروها، والجديد يا ريت يعرفنا بنفسه عشان انا ارحب بيه او عيلتي تقوم بالواجب وترحب بيه. بحبكم جدا، هتوحشوني. قناتنا التانية للفضفضة، قناة جميلة او مهمة او اسمها اسأل محمد وعيلته، يا ريت تشتركوا فيها. الرابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو، يا ريت تنضموا لنا وتشرفونا. الى اللقاء، هنلتقي بكرة، واقسم بالله هتوحشوني.